نصف قرن ارتبط اسمه بالإبداع والإنجاز وخدمة العلم والفقراء. بذل جهودا جبارة في الأبحاث والدراسات حول أمراض الكبد وتحويل خلايا الطحال للعمل مكان خلايا الكبد وإيجاد أدوية لعلاج فيروس الكبد الوبائي. على عطائه وسمعته المهنية تجاوزت الحدود، أبى إلا أن يستمر في خدمة بلاده. الأستاذ الدكتور أحمد أبو مدين وسيرة ذاتية مختصرة نتابعها في التقرير التالي. أحمد عبد اللطيف أبو مدين طبيب وعالم مصري قضى ما يقارب نصف القرن في مهنة الطب والبحث العلمي، فقد التحق بكلية الطب جامعة القاهرة عام 58 وعين عضوا بهيئة التدريس عام 64، ومنذ ذلك التاريخ وهب حياته لخدمة العلم والفقراء، وتدرج حتى وصل إلى رئيس مجلس قسم الأمراض المتوطنة والكبد، وما زال أستاذا متفرغا بهذا القسم. تخرج على يديه آلاف من الأطباء. طوال 44 عاما تم تخريج أو شاركت في تخريج 88 دفعة أطباء من كلية طب القصر العيني إلى حصلوا على درجة البكالوريوس، وأضعف هذا العدد من طلبة الماجستير والدكتوراه. وأشرفت الحقيقة على في خلال هذه الفترة لأكثر من 150 رسالة ماجستير ودكتوراه من المراكز البحثية المختلفة في مصر وفي جامعات مصر. ارتبط اسم الدكتور أحمد أبو مدين بأمراض الكبد لما قدمه من أبحاث علمية ورسالات أشرف عليها في هذا المجال. فبداية أبحاثه عن دراسة الأسباب المرضية لحالات تليف الكبد نتيجة الإصابة بمرض البلهارزيا، ثم زراعة خلايا الكبد بإيجاد خلايا كبدية جديدة وبتحويل خلايا الطحال إلى خلايا كبدية تقوم بعمل خلايا الكبد التالف بديلا لزرع الكبد. وكان البحث الثالث هو إيجاد عقار آمن وفعال في متناول المواطن الفقير لعلاج فيروس الكبد الوبائي، ويدرس الآن علاج المرض الكبدي بالجينات. الحقيقة عملنا دراسة عن زرع التغيرات الجينية أو الزرع الجيني اللي هو الاختبارات الجينية أو العلاج بالجينات، وكانت الدراسة دي الحقيقة اتعملت ليها كان ليها أهمية خطيرة جدا، وقامت بيها يعني مجموعة علمية أشرفت عليها، ودي كانت يعني أدت غرضها بأن برضو العلاج الجيني ده برضو أو التغيرات الجينية ثورة وثروة في نفس الوقت علمية ممكن تحقق الكثير من هذه الأمور. ورغم الإغراءات المادية التي تلقاها للعمل في الخارج ورغم قلة الإمكانيات هنا، إلا أنه رفض الهجرة إلى الخارج وفضل أن يظل في وطنه مصر. كنت دايما من أول ما تعينت معيد كنت رافع شعار وأعلنت وأنا رئيس قسم إن إلى متى سنبقى أتباع، يجب أن نكون مبتكرين، وإذا إحنا رحنا بره هنبقى أولادنا أو علمائنا في مصر هيفضلوا أتباع، لازم إحنا نبقى مبتكرين داخل بلدنا. وقد كرم الدكتور أحمد أبو مدين في العديد من المحافل الدولية كما يكرم الآن لما قدمه من علم في مواجهة مرض من أشد الأمراض التي تنتشر وتهاجم شباب مجتمعاتنا سواء على المستوى العربي أو في داخل مصر. السلام عليكم دكتور. السلام. كيف حالك؟ طيب. طبعا اهلا بك ضيفا على MBC في اسبوع دكتور. طبعا مشاهدينا نرحب بالدكتور احمد ابو مدين رائد الابحاث حول امراض الكبد ضيفنا هنا في استوديو MBC في اسبوع. اهلا وسهلا بك دكتور. يا اهلا وسهلا. وبدايه فيما يخص المهمه الصعبه التي تخوضونها الان هي ايجاد حل بديل لالتهاب الكبد الوبائي، اين وصلتم في هذا البحث؟ هو الحقيقه يعني هذا المرض الكئيب بيصيب العديد أو الملايين من البشر عبر العالم، والحقيقة أن عدد المصابين بالفيروس الكبدي سي يتجاوز عدد المصابين بالإيدز،
الإيدز 40 مليون المصاب في العالم، الفيروس سي 170 مليون. ده وباء خطير بيهدد الإنسانية. وكل العلماء تكاتفوا للحقيقة في كل بلاد العالم للقضاء على هذا المرض. نعم. طب دكتور، بالحديث عن عقار سي، كنت مع فريق علمي توصلتم إلى نوع من العلاج، إلى أي مدى تصل فعالية هذا العلاج؟ هو الحقيقة هذا العقار كان اكتشاف تلميذي الدكتور جمال شوقي عبد الناصر، وكان معاه الدكتور يوسف جارسيان، وأنا اشتركت معهم في الأبحاث الإكلينيكية. الحقيقة الاتحاد الأوروبي بيشرف الآن على تنمية هذا العقار، وإحنا بنعمل تجارب مكملة في إحدى المعاقل العلمية في الإسكندرية تحت بموافقة مجلس هذا المعهد، هو تابع لجامعة إسكندرية وهيئة أداب المهنة وبعلم من وزارة الصحة، واستكمال أبحاث إن شاء الله هتخلينا نصل إلى نتيجة بإذن الله. طيب دكتور، أنتم كنتم ضمن فريق يعالج أو يكتشف العقار للفيتامين، أو ليس الفيتامين وإنما الفيروس، يعالج الفيروس سي. نعم. يعني في خلال بحثكم للعلاج هذا أين توصلتم، وما هي يعني نسبة العلاج لهذا الفيروس؟ هو الحقيقة أن العقار يشمل على مادة تسمى السيانوفيرين. نعم. وهذه المادة السيانوفيرين يعني فصلت في فريدريك ماريلاند في أمريكا سنة 2006. نعم. وهذه المادة عن طريق منحة من وزارة البحث العلمي الفرنسية لفرانس وهيل في معهد باستير في ليل، وقدر أن هو يلاقوا أن هذه المادة بتدمر الغطاء الخارجي للفيروس وتمنع دخوله خلايا الكبد، وده علاج مباشر. في خطوط علاجية أخرى. نعم. بشركات دوائية عملاقة وبعلماء كبار، يعني العالم كله مش واقف الحقيقة، احنا بنبشر المرضى انك هناك إلى أمل. إلى أي مدى يعني وصلتم في مكافحة هذا الفيروس؟ احنا وصلنا للنتائج المبدئية لبداية التجارب الإكلينيكية. نعم. التجارب الإكلينيكية اللي أجريت في مصر مبشرة. التجارب اللي ما قبل الإكلينيكية في بلاد العالم تعتبر أنها برضو ذات نتائج مستقبلية جيدة. طيب دكتور، خلينا نتحدث يعني الكبد الوبائي، هناك كما شرحت لنا قبل الهواء نوع A وC وB وE، ما في F، في G. حدثنا عن المرض بشكل عام أكثر، أخطر نوع منه، يعني طريقة انتقاله. هو يعني إذا قسمنا الأمراض الكبدية الفيروسية بنقول إنها A وB زي ما حضرتك تفضلتي وقلتي، وC وD وE وF وفي وG. الحقيقة إن الإي والإي بينتقل عن طريق الطعام، والإي ده فيروس متوطن في أغلب البلاد، بيجي عن طريق الأكل وبيصيب صغار السن. أما السي والبي ده بيعمل تليف كبدي مزمن ويفضل في الجسم، بينتقل من الدم إلى الدم. دي الصورة الموجودة لهذه الفيروسات. هناك أسباب أخرى لأمراض الكبد، مش الكبد الفيروسي بس، في التهاب الكبد المناعي، وفي تكلس الأوعية الصفراوية، وفي أمراض وراثية في داخل الكبد. يعني الكبد له عديد من الأمراض، بس بشكل عام هو ينتشر بشكل يعني أكثر بالأكل والدم والعدوى. ولكن دكتور، انت ركزت يعني قبل دخول البرنامج، ركزت انه في انتشار في الشعب المصري اكبر. والله الانتشار كان موجود في فتره من الزمن، لكن الحقيقه جهود وزاره الصحه قدرت انها تحصر هذا المرض الى حد كبير، والناس كتير قوي دلوقتي بتعرف طرق المنع او حدوث هذا المرض عن طريق المناعه، الوعي الصحي. التقدم دوت الحقيقه والمراكز الطبيه اللي انشئت لعلاج هذا المرض قللت الاصابه الى حد كبير جدا. اتفضل. اذا دكتور الاستاذ الدكتور احمد ابو مدي، رائد الابحاث حول امراض الكبد، حللت ضيفا كريما على ام بي سي في اسبوع. طبعا نحن اخترناك اليوم شخصيه هذا الشهر لنكرمك، طبعا كما هي العاده كل شهر نكرم. يشرفنا ساعدنا الفلور مانجر، ده طبعا درع بسيط الدكتور. اولمبياد درع بسيط طبعا. وعلى اسمك اشيله ازاي ده؟ هذا هيساعدك وافي، انا كمان مش هقدر اشيله. يا اهلا وسهلا. طبعا في كمان شهاده دكتور، وانت ضيف عزيز علينا. شكرا لك. شكرا لك.